رح تسافري وما رح ترجعي لهون، بعرف، بس تشوفي بنتك رح تنسيني. زهرة شو بنا؟ معقول عم تقولي هيك شي؟ حبيبتي انتي بس ادعي لي لاقي بنتي هوني، لأنه وقتها رح كون محظوظة ورح يصير عندي بنتين. أنا أصلاً بضل بدعيكم ليل ونهار. رح أتصل فيكي كل يوم ماشي؟ ألو نعم مزبوط أي صحيح أنا. قالوا ورق صاروا جاهزين عندك؟ طيب شكرا كتير استاذ، إذا بتبعت لي اياهم على الإيميل تبعي بكون ممنونة إلك كتير. إن شاء الله هالأوراق كمان يساعدوك بموضوعك ملك. إن شاء الله يا عدنان. إيه وبتشكرك كتير على وقفتك جنبي طول هالوقت. شو هالحكي هذا واجبي؟ حبيبتي رفيف يا الله دخيلك وين بتروح هاي البنت؟ رفيف وين اختفت هاي؟ ألو عمي رفيف اجت لعندكم شي؟ دورت عليها وما لقيتها. لا بنتي ما اجت لهون. يا الله هاي البنت رح تجنني، وين راحت يعني؟ ماشي بنتي تفضلوا الشاي. صحتين يا جماعة. ما ناقصني غير دور على هالفصعونة كمان. ايه امتى طيارتك؟ بعد شي ساعتين. معناتها امشي خليني وصلك. مو ضروري شكرا ما في لزوم. اذا عزت بده يوصلك شي تاني. لا مو هيك، انا طلبت تاكسي من المطار ورح يوصلني. شو هالحكي؟ طيب خير رفيف؟ رفيف شو القصة؟ أنت شو جابك لهون لحالك؟ أنا أنت خبرك شغلة أنسى ملك، خفت تسافري وما أشوفك قبل ما تروحي. شو بدك تقولي حبيبتي احكي. أنا كنت بدي خبرك. رفيف شو أثر عليك بنتي؟ والله قطعتيني نفسي وأنا وراكي. مرحبا. مرحبا الرفيفة بدها تيجي تودعك قبل ما تروحي، وخفنا تمشي قبل ما نلحق نشوفك، لهيك اجينا ركض. عن جد؟ يا عمري انت، تعي. لكن اجيتي ركض مشان تودعيني؟ رفيف! ولك وين اختفيتي؟ ردي علي يا بنت! علي؟ علي؟ أنت شو عم تعمل هون لحالك؟ بدي هتير فؤاد وأخذ بيتار أبي. مستحيل أنسى أنه كل شي صار بسببك أنت. زواجي أنا وزهرة وموت سونا وحتى موتت بابا بسببك أنت، وأنا هلأ رايح صير مجرم كمان. مبسوطة هيك؟ أنت شربان صح؟ ايه انا شربان شربان. هلا انا فيني قتلك انت كمان نهبين. لك شو عم تعمل انت؟ جنيت؟ بعيد عني. جنيت قلتي لي؟ ايه جنيت انا. جنيت 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 جنيت. فهمتي؟ جنيت. موتي ولا
انت يلي عملتي فيني هيك مشان انانيتك دمرتي حياتنا كلياتنا مشان تنبسطي. وهذا تمن يلي عملتي فينا نيلي. كيف يعني؟ شو هذا اللي عم شوفه؟ بابا ليش لحتى يحول كل هالمصاري لرشيد؟ وحتى انه ضل عم يبعث له لقبل كم شهر من تاريخ اليوم هاد؟ وهي التحويلات كأنها بنفس وقت ولادتي. رفيف رفيف نيفين 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 شوفي نيفين مين اللي عمل فيكي هيك قولي نيفين شو اللي صار امشي معي فورا خلينا نروح على الدكتور يلا سليمة نيفين الله يخليكي لازم نروح ما رح اسمح يصير شيء لك ولابني ما بدي روح عند الدكتور ما بدي ليش بقى احكي انا كذبت عليكم سليمة كيف شو كذبتي علينا انا ماني حامل سليمان مالك حامل نيفي؟ فوتي لجوا فوتي يلا يلا فوتي لشوف فوتي فوتي نبري بدك تخبري ياما انا بورجيكي شو راح اعمل فيكي بتشوفي هلا اطلعي لشوف اطلعي بدك تروحي وتخبري الحقيقة لنشوف كيف رح تطلعي ولك انت ما بتفهمي انا بدي احميكي منهم ها هلا اطلعي لشوف رح تموتي بهالأوضة بنتي هذا الشيء لمصلحتك ولك انت ليش ما عم تفهمي الحكي شغلي عقلك شغلي لك حمارة رح تجننيني يا الله دخيلك هاي اجت مرت اخوكي المراه حامل وركتيها وراكي ولا لموتك اذا بصير لها شيء لا تتحركي من هون بنتك تضلي محبوسه لحتى تموتي احكي بنتي وين كيف يعني بالله؟ يعني بتحكي وين البنت مفهوم؟
وانا شو بيعرفني وينها؟ يعني خلصتي من عائلة كيرمان وهلأ جاية ترمي بلاكي علي كمان؟ شو هالحكي هاد؟ بابا من سنين عم بيبعت لك مصاري، ليش؟ اللي ببعت لي مصاري إلي أنا؟ ليش لا يبعت لي مصاري؟ ليش شو بده؟ ليك لا تحاول تتزكى علي، الوقت نفسه اللي خلقت فيه بنتي كان بابا عم يبعت لك مصاري كل هالسنين، ليش؟ شو ليش متضايق؟ لا تخافي رح ترجع أكيد، بعدين هي بتحبك وما رح تتخلى عنك. بس القاسة ملك ما عم تفكر غير كيف بدها تلاقي بنتها ورح تنساني بعدين. شو هالحكي هاد؟ ليكي زهرة في ناس كتير منحبهم وما منقدر ننساهم بحياتنا، مثل ما أنت بتحبي ملك هي كمان بتحبك، ومثل عمي عزت والقاسة ملك كمان، ما هيك؟ اتنيناتهم ما رح ينسوا بعض ورح يرجعوا بيوم من الأيام. ايه امي علي. امي انا رجعت، وينك؟ واقف علي، عمالك شبك. عمالي ليش هيك صوتكم طالعه؟ ليك كيف حالتك؟ الله العليم وين كنت لحتى راجع لنا بهالحاله؟ زهره روحي انت اعملي له قهوه. يلا علي تعال جوا، امشي عمالك عمالك. أنا معه. ارفع ايديك لفوق. عندك لا تتحرك، ارمي سلاحك يلا. عركبك يلا لشوف. لا اتركوه، لا تاخذوا لي ابني، اتركوه استنى. رجعي على البيت امي، لا تتركي علي ونجدة لحالي. يعني شو دخل هداك موضوع بيني وبين أبوكي؟ ما بيخصك، يعني أنت مالك علاقة فيه بالمرة. بعدين أنا ما بعرف شي عن بنتك ولا بحياتي شفتها. لا بيخصني، ولا تحاول تلف وتدور علي ماشي؟ مثل ما عطاك بنت أسيل أكيد سلمك بنتي، وأنت عطيتها لعائلة تانية. بقى قلي وين بنتي. ما بعرف وينها، والله ما بعرف. لا تلف وتدور، قول وين بنتي ولمين عطيتوها. احكي وين بنتي، احكي رشيد يلا. اسمعيني منيح، هدول المصاري أبوكي كان يبعث لي اياهم لأهتم ببنت هديك المحكومة، يعني زهرة، وأنا صرفت هاي المصاري كلها كرمال ربيها وعلمها، وما بعرف شي بخصوص بنتك. أنت ملك حاش تكذب، خلصني قول. ليش بدي أكذب؟ شو بيعرفني وين بنتك أنت؟ يا ربي دخيلك، شو هالقصة منين جبتني كمان؟ يعني وافقت إني دير بالي على هاي البنت وقلت يلا بنكسب فيها خير، ليك شو عم بيصير فيها هلا؟ شكرا، يعني أنا هذا اللي كان ناقصني بسببك أنت وأهلك يطلع علي صد إني عم تهجر بالولاد كمان، شو هذا يا؟ ليك رشيد، إذا عرفت بعدين إنك بتعرف مكان بنتي وما كنت تقلي وينها بدي. إيه شو بتعملي؟ أحكي فهميني، واقفة قدام بيتي وعم تهدديني وترفعي صوتك كمان؟ أنت مين مفكرة حالك ها؟ شاي عم تحسبيني لي كمان؟ لك أنا ما بعرف وينها بنتك، روحي نقلعي من هون يا، روحي من هون، لعمة يا، شو بعرفني وينها بنتك؟ روحي دوري عليها بمكان تاني، روحي شوفي وين مضيعتيها، شو هذا؟ يلا روحي من هون يلا. يا بنت فوتي لجوا، فوتي لقلك. ليك يا عمايلك، حتى الأولاد الصغار ضحكت عليهم حضرتك. روحي يلا، هذا اللي كان ناقصني. أنا ما بكفيني كل المشاكل اللي عملتيها حضرة جنابك مع عائلة كيرمان، جاي هلا تكمليها معي إلي. لا ما طلعت روحنا منك يا، نلعي. اصحى تفكري ترجعي لهون. العمى بعيونك العمى. ما كان ناقصني غيرك والله. بس أنا طلعت قد ودود، ما خليتها تحكي ولا كلمة. بالبال يكون ممثل والله، شو عليه؟ الله يطعمها ترجع لهون.
إذا جاي لتطمن علي أنا منيح زهرة. ليش واقفة عندك في شي؟ بدك تضلي واقفة هيك فوق راسي شبك؟ علي، إذا أنت كمان ما سمعتني أنا مع مين بدي أحكي هون وأشكي همي؟ عم فكر بالآن سملك، شو عم تعمل يا ترى؟ ليش بملك كمان هلأ؟ تعرف لو إن قرأت هالمكتوب ما كانت سافرت على لندن؟ أي مكتوب هاد؟ أنت عن شو عم تحكي زهرة؟ أمي أسيل بعتته وما قدرت أقرأ علي. يمكن هالمكتوب يكون في شي بخصوص وين بنتي أو أي شي عنا، بس ستي لورين حرقته قدامي. أنت رح تضلي جلبة طول عمرك؟ روحي افتحي الإنترنت، خدي رقم السجن، اتصلي واحكي مع أسيل وافهمي منها. يلا، مو صعبة ما هيك؟ لك انتي امتى رح تتعلمي زهرة؟ طلعي لبرا، مو ناقصني غيرك كمان. يا الله دخيلك، حاسس راسي رح ينفجر. هي انا قوصت بالمسدس. مين كان بدك تقوص؟ فؤاد ما؟ فؤاد ضرب أبوك بسكين وتسبب بموته، ولهيك أنت كنت ناوي تاخذ بيتارك منه ما هيك؟ لا، مو هيك سيدي. أنا كنت جاي على المديرية، قلت لحالي أكيد أهله وقرايبينه رح يكونوا هون، لهيك أخذت المسدس معي تحسبا. كنت حاطه بجيبتي وأنا عم طالعه، طلعت رصاصة منه بالغلط. هذا اللي صار. ما كنت قصد تقتله لفؤاد يعني، مو هيك عزت؟ لو كان بدي اقتله ما كنت استنيت لهلا. شو هالعالم هاي؟ مين مفكرة حالها عم تهددني كمان؟ ما كان ناقصني غير جنانة هاي التانية. روحي، إن شاء الله ما بشوف خلقت هيك. طالعتني عن طوري. يخرب بيتها من كتر العياط جعت. لارو نعملنا شي لأمنها كلها بتعدل المرق. بابا؟ ايه؟ بدي روح على الحمام. هلا واتك انت كمان؟ اصلا انت مانك شاطره غير بالنق. روحي وبترجعي دغري على اوضتك. الو، السجن مو هيك؟ اي نعم، تفضلي. بقدر احكي مع اسيل سباهي لو سمحت؟ مين عم يحكي؟ بنتها، والاسم زهرة كيرمان. ماشي، خليكي معي، رح حولك لعندهم. طيب. يا بنت، وشك على اوضتك. يلا. اي والله ما بتنبلع معي ناشفه هيك. رح اقوم جيب لي شي شغله اشربها. رفيف، لك وين رحتي؟ رفيف رفيف رفيف، لك بدك تروحين عندي. لك رفيف،
ملك. دعي ولك. دعي ولك. أنا وين رايحة؟ أي هيك لك بدك تكسري كلامي وتروحي تخبيها؟ لك ما بيهمك شو اللي راح يصير بأبوكي؟ حسابك عندي. تحركي تحركي ولك. خبروها يا أنسة، خليك على الخط هلا شوي وبتحكي معك. طيب شكرا لك. مع مين عم تحكي هلا يا بنت؟ ما كان ناقص غير تطقي حنك على التليفون لسه. هاتي عم بقول لك هاتي. يا الله اصلا هذا اللي انت شاطره فيه. روحي شوفي علي شو عم يعمل هلا قبل ما يرجع على السم الهاري. شو أعمل أنا؟ إذا من هلا واشتقت لك كثير. ملك؟ ملك؟ خير شو بكي؟ شو عم تعملي هون؟ ما سافرتي؟ تعي اطلعي بالسيارة. فوتي فوتي لشوف. اسمعيني منيح ولك، إذا تاني مرة بتعملي هيك وبتطلعي برات باب البيت، بدي علقك من قدريكي فوق بالسقف، بكسر لك رجلكي كمان، فوتي على أوضتك، يلا! يلعنك قليلة الترباية! سليمان وقف! سليمان! أنا عملت هيك لأنه ما كان بدي إياك تروح وتتركني. أنا ما بقدر كون بدونك. ما بتتخيل حياتي بلاك. ما كان قدامي غير هذا الحل. قلت لحالي إذا عرفت إنه أنا حامل ما رح تروح وتتركني وتترك ابنك. بهالطريقة بنقدر نصلح اللي انكسر وترجع تحبني وتهتم فيني وترجع مثل ما كنا قبل وأكثر. بترجاك سليمان لا تروح. سامحني لآخر مرة، طلع فيني شوي. ما بتتذكر الأيام اللي قضيناها أنا وياك؟ ما بتتذكر الأحلام اللي بنيناها سوا؟ أنا ما بدي أتذكر أي شيء عشناه سوا، واللي كان بيناتنا خلص انتهى. خلص ما عاد عندي شيء أقوله، وكل واحد فينا صار بطريق. سليمان لا تتركني لحالي. أنا بحبك سليمان. سليمان سليمان لا تتركني. ارجع. عزت شو صار؟ طمني. أمي أنت شو عم تعملي هون؟ عزت ليش ما قلت لهم إنه أنا يلي؟ شو هالحكي؟ خلص أنت رجعي لعند إخواتي. يلا عزت عزت يا ربي دخيلك شو عامل؟ والله بصراحة رشيد ما بينوثق بكلامه ملك. إيه صح. بدي روح لسه بدي جيب التذكرة. لحظة ملك، إذا بتحبي أنا بروح معك.
ليه؟ بسافر معك وبساعدك، انت بحاجة حدا هلا. لشو لتسافر معي؟ أنا رح ضل واقف جنبك طول عمري، ورح رافق خطواتك كل يوم بيوم. بس أنا صار لازم أمشي هلا ولحالي لو سمحت. وبتشكرك على كل شي عملته معي، يسلموا. طيب على القليل اطلعي خليني وصلك. لا شكرا عدنان، حابة امشي. ملك. الو. عزة بالمخفر. غانم ساعدني دخيلك، أنا عملت هيك كرمال أولادي ما ينسجنوا، أنا يلي قوصت على فؤاد، بس ما حدا تصوب صدقني. خلص مرت عمي اهدي شوي. عزت كذب عليهم، أنا يلي قوصت أنا. فهمنا مرت عمي، لو سمحتي اهدي، بعدين عزت عمل عين العقل، وأنت قلتي ما حدا تصوب كمان، يعني ما رح يصير له شيء. اليوم أو بكرة بيطالعوا لابنك زمرد، أنت لا تخافي. ابني عدنان، أنت خد مرت عمك وروحوا ارتاحوا، أنا رح شوف الوضع ورح طالعه من هون، ماشي؟ يلا. يلا مرت عمي. لا تخافي. دخيلك طالع. الله رح يطلع. لا تخليهم، الله يخليك ساعدوا العزة. يلا. أنت شو هذا اللي عم تقوله؟ مرت عمي، اتصل غانم هلا. صاير شي؟ زمرد راحت وحاولت إنه تقوص فؤاد، بس عزت منعها، وقال للشرطة إنه هو اللي قوص، وهلا أخذوه لعزت على الحبس. بفهم من هالحكي إنه ما قتلوا لفؤاد؟ يعني دم ابني راح هيك هادر وما حدا أخذ بتاره؟ هيك لكان؟ أنا ما راح أسمح بهالشي طول ما أنا عايشة. ابني عزت لا تقلق، مثل ما فهمت ما حدا متصاوب، انت ما رح تضل هون كتير. بس يا عمي اذا صدر حكم من المحكمة بالحبس انا رح اكون جوا مع فؤاد. اسمعني، قول لست لورين اللي عمله فؤاد رح يتحاسب عليه شو ما صار، وما رح يمرق هيك. كتير منيح اني ادخل على الحبس والتقى انا وفؤاد. الو الو زهرة، في شي ضروري لازم اقول لك اياه. بابا كذب على معلمة ملك وما قال الحقيقة. رفيف ما سمعت منيح شو حكيتي حبيبتي، علي صوتك شوي. مين اللي كذب؟ والله ما فهمت. لك ليش ما عم تسمعيني؟ عم اقول لك بابا كذب على معلمة ملك. رفيف بابا كذب على معلمة ملك، ما هيك؟ بدك تخبريها؟ عم تحكي معها ما هيك؟ أولاد؟ بابا لك أنا شو قلت لك ولي؟ شو فهمتك أنا؟ شو عمل فيك؟ شو عمل فهميني؟ ست لورين بتموت تاكلنا، ولك أنت ما بتعرفي شو راح يصير فيك إذا أخذوكي على القصر. طلع فيي، طلع فيي لشوفوا ليه؟ ما بدك تفهمي؟ لا الله يخليك. لك
هيا آخر مرة بعتك يا بنت، بعتك عم تحكي جد. يا الله دخيلك، يا ترى شو كانت بدها تقلي؟ مو طبيعي رفيف، شو كنتي بدك تحكي لي؟ شو الموضوع اللي عم تحاول تقوله؟ ستي لوري شوفي، فيني روح شوف رفيف واطمن عليها؟ كانت عم تحكي انقطع الخط. لا ما في طلعة، علي تعبان ووضعه مو منيح وممنوع تتركي دقيقة واحدة. لو سمحتي ستي لوري، صوتها ما كان واضح بالمرة، ما بعرف شو كانت عم تحاول تخبرني. عم تقلك لا، انت ما بتفهمي يعني؟ بعدين مانك شايفة المصايب اللي فوق راسنا؟ بس يمكن الشي اللي كانت بدها تقوله مهم كتير، صوتها ما عجبني، انا خايفة عليها كتير. لو سمحتي، هي إلا أكتر من كم يوم عم تحاول تخبرني شي، بس بكل مرة بتصير قصة. رفيف، قالت لك بدها تخبرك شي، شو هو يعني؟ انتي ما بتعرفي؟ ما بعرف شو هو، بس يعني مثل ما فهمت هالشي بيتعلق بأبي رشيد والآنسة ملك كمان. زمرد، شو بدنا نساوي يعني؟ طولي بالك، إن شاء الله بكرة بيطلع وما بيصير له شي. زهرة، روحي جيبي كاسة مي بسرعة. يلا زهرة، في شي ضروري لازم قلك يا بابا. كذب على معلمة ملك وما قال الحقيقة. خافي، غانم راح وهو أكيد رح يلاقي طريقة. أنا متأكدة إنه عزت ما رح ينحبس ورح يطلع دغري. اهدي، من حظه إنه رصاصة ما صابت فؤاد مرت عمي. يا ريت لو رصاصة صابته. خدي زمرد اشربي. ستي لورين، بروح شوي لعنده وفوراً برجع، صدقيني. لك انتي ما بتفهمي نحنا شو حكينا. شو بكي؟ شايفة الوضع كتير مناسب يعني؟ زهرة، لوين بدك تروحي؟ عمي لعند اختي رفيف، بدها تقلي شي بخصوص ابي والآنسة ملك، بس قبل ما تقول انقطع الخط. قلتي شي بخص رشيد وملك؟ خلصنا يا بنت، وشك على المطبخ. بهي روحي شوفي شو في عنا شغل بالمطبخ اللي تساوي. خديها من خلقتي مور عيقتلها. أمرك مرت عمي، أصلاً صار وقت العشاء ولازم نجهزه. امشي قدامي. لك يا أغاي، بدي أطلع لعند علي. أغاي، ما في شي، باخده وبرجعها دغري لهون. خليها تشوفه وبترجع فوراً، بيجوز يكون شي ضروري. زهرة، ممنوع تروح على هداك البيت. ليش؟ من ايمتى بتتدخل بقراراتي او بتناقشني باللي بقوله؟ نفذ اللي عم بحكيه وبس. اسمعيني منيح، هدول المصاري ابوكي كان يبعث لي اياهم لاهتم ببنت هديك المحكومه، يعني زهره، وانا صرفت هاي المصاري كلها كرمال ربيها وعلمها، وما بعرف شي بخصوص بنتك انت.
لا بتعرف، حاش تكذب، خلصني قول. لك انا ليش بدي اكذب؟ شو بيعرفني وين بنتك انت؟ يا ربي دخيلك شو القصه، منين جبتي كمان؟ والله بصراحه رشيد ما بنوثق بكلامه ملك. رشيد. نعم لورين خانم. لك أنا ما نبهتك إنه ما حدا يضرب قصة زهرة. رفيف اتصلت لهون على القصر من شوي وشكلها كانت ناوية تحكي كل شيء لأخت زهرة. أكيد هي سمعتنا وقت حكينا. دير بالك على بنتك منيح وخليها تضب لسانها، مفهوم؟ شو القصة فاهمين يا غاي؟ اللي رح تسمعه مني هلأ ما بدي حدا غيرك يدرى فيه، ورح يضل سر بيناتنا. مفهوم أكيد. أسيل، من فترة بعتت مكتوب لزهرة من السجن. أنا قريت شو مكتوب جواته، بس زهرة ما بتعرف فيه. إيه شوفي المكتوب قليلي. زهرة ما غيرها، بتكون بنت للمعلمة ملك، هذا اللي عرفته. شو عم تحكي؟ مو معقول هالشي. أنا رحت وواجهته لرشيد وخليته يحكي كل شي، وقال لي أنه نائب العام سامي بيك ورشيد أفندي هنن اللي عملوا هيك وخبوا هاي الحقيقة عن الكل. والمصيبة أنه أختها رفيف بالصدفة سمعت كلامنا بدون ما ننتبه على وجودها، وعم بتحاول تخبر أختها. لهيك رفيف وزهرة ما لازم يلتقوا مع بعضهم بعد هلا ولا يحكوا شو ما صار. آغاي، ملك وزهرة المفروض يعرفوا بهالشي. ملك جاني هلأ لحتى تلاقي بنتها. إذا خبرناها إنه زهرة بنتها رح ترتاح كتير. هي بترتاح، ونحنا مفكر بهالبساطة رح تنسى اللي عملناه بالبنت؟ رح ترجع تحاسبنا من أول وجديد، ورح تفتح علينا بواب جهنم. نحنا جبنا بنتها كني لعنا على القصر، وكمان زورنا لعمرها. رح تلاقي ألف طريقة لتحاربنا. شو نسيت شو عملت بهديك الأيام عدنان؟ جابت لنا الشرطة لهون على نص قصرنا وبهدلتنا. وهلأ إذا بتعرف إنه زهرة هي بنتها اللي عم تدور عليها، رح تاخد عزة لصفة كمان، ووقتها هنن الاثنين رح يهدوا الدنيا فوق روسنا. أغاية أنا بقنعت طريقتي. زهرة كنت عائلة كيرمان، وهالبنت لازم تضل مرته لعلي. لك هالبنت هي حاملة اسم عائلتنا. كمان علي ما بيرتاح مع حدا غير زهرة بهالبيت، هي الوحيدة اللي بتفهم عليه. علي صاير مثل المجنون هالأيام، وما حدا غير زهرة بيقدر يهديه، وأنا خايفة عليه كتير. يعني إذا هي راحت الله لا يقدر وتروح، علي يا أما رح يموت من القهر وقتها، يا بصير مدمن مخدرات. اسمعني ابني، أنا ما بقي لي حدا غيرك عدنان. ابني جمال مات وخلص، راح لرحمة ربه. وعزت مرمي بالسجن وكسر كلمتي وما عمل غير اللي براسه كمان. وعلي الله وحده اللي بيعرف إمتى رح يرجع عقله لراسه ويعقل. يعني انت هلأ أحق واحد تكون الآغا هون. انت اللي رح تكون آغا هي العائلة وكبيرة، شرف عائلتنا واسمنا وسمعتنا رح تكون كلياتها بين ايديك. عدنان آغا رح يكون هو الآمر والناهي بكل شي بهالعائلة، وما حدا بالعائلة رح يقدر يشيل ايد عن ايد
ولا حتى يرف برمس عيونه بدون ما ياخذ مشورتك يا آغا. بس إذا صاروا لمعلمة ملك بتخبر بحقيقة إنه زهرة بتكون بنتها، ما رح توقف القصة عند الأخوية عدنان. وقت حتى اسم العيلة رح أحرمك يا، وإنت بتعرف مصلحتك. جاية يلا فوتي بنتي فوق. نيفين نيفين شبكي لك، شوفي احكي شو صاير. وقعت على الطريق عمي. وقعتي؟ كيف وقعتي بنتي هيك؟ شو الوقعة هاي؟ يا ربي دخيلك وقفي، لا اتصل بسليمان استني. لا عمي أنا منيحة، ما فيني شي، ما فيني زوم تتصل. أنت منيحة واللي بطلك شو كمان؟ كيف بدنا نطمن على وضعه؟ أنت لازم نشوفك دكتور هلا دغري، خلي جوزك يجي. عمي عم أقول لك أنا منيحة ما في زوم، لا تتصل بسليمان. نيفين بنتي شو قصتهم هدول؟